يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، أيها الإخوة الحاضرون، حديثنا هذه الليلة عن طريقة من فضل الله عز وجل وعمود الدين وثاني أركان الإسلام على وجه الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الناس اتقوا الله وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات وتعلموا فقه الصلاة وأحكامها وأقيموها وداوموا عليها ولازموها واعتنوا بجنودها وحقوقها. فإن الصلاة عون لكم على أمور دينكم ودنياكم. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. Syukran wa jazakumullahu khairan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Qad khassaka ar-rahman bil fadli wat tijan.